للوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة أنطاكيا التركية عاصم زيدان، مدير حملة توثيق انتهاكات جبهة النصرة في سوريا. سيد عاصم، أهلا بك معنا في حلقتنا. بداية، ما الذي جعل الأمور تتفاقم إلى هذا الحد ودفع بالناس إلى الانتفاض بهذا الشكل ضد الجولاني والنصرة؟ يسعد مساك عفوا لك ولمشاهدي التلفزيون. الآن الناس لم تعد قادرة على تحمل انتهاكات جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام. بالفترات الأخيرة ممارسات هيئة تحرير الشام ازدادت إلى حد غير مقبول. المدنيين خرجوا بمظاهرات شعبية كبيرة في معظم ريف إدلب، معظم القرى والبلدات والمدن في ريف إدلب وريف حلب خرجت هذه المظاهرات. لم تعد تنادي بالتنديد بممارسات هيئة تحرير الشام، بل نادت باستئصال هيئة تحرير الشام والقضاء عليها وعلى زعيمها الجولاني. وجاءت هذه المظاهرات كدعم شعبي للفصائل العسكرية التي تقاتل هيئة تحرير الشام في ريف حلب الغربي وفي ريف إدلب. المتظاهرون هاجموا الحواجز التي تقيمها هيئة تحرير الشام على مداخل البلدات والمدن والتي تضيق على المدنيين. حرقوا هذه الحواجز، طردوا العناصر الهيئة، فروا من غضب الشعب. بالإضافة إلى ذلك دارت عدة اشتباكات في عدة مناطق بريف إدلب وريف حلب، سيطرت بها جبهة تحرير سوريا المشكلة مؤخرا على عدة نقاط. الثوار وأهالي مدينة إدلب سيطروا على عدة نقاط لهيئة تحرير الشام كانت تسيطر عليها مؤخرا. نعم سيد عاصم، يعني الفصائل الداخلة بمعركة مع النصرة مثلا كأحرار الشام لا تقل طرفا عن النصرة، ولكن ما الذي جعل حتى هؤلاء أن ينتفضوا؟ ليست أحرار الشام التي تقاتل. أحرار الشام كحركة انتهت بهجوم هيئة تحرير الشام عليها في الفترة الأخيرة، ولكن ذكرت أن عدة فصائل هي التي تشارك، وأغلب المشاركين في ريف إدلب هم من الثوار التي قضت على فصائلهم هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة في السنوات السابقة. أما في ريف حلب الغربي فحركة نور الدين زنكي هي من تقاتل هيئة تحرير الشام الآن، ولكن تحت مسمى جبهة تحرير سوريا. نعم. بالنسبة لأحرار الشام لم يكن لها الوجود الفعلي بهذه المعركة، وإنما الثوار وأبطال الجيش الحر من أهالي إدلب وريفها وأهالي حلب هم من انتفضوا وهم من يقاتلون الآن هيئة تحرير الشام. نعم، يعني سيد عاصم، ما هي برأيك خطة الجولاني وإلى أي مدى النصرة بعيدة عن خدمة الشعب السوري؟ جبهة النصرة وزعيمها الجولاني بعيدين كل البعد عن خدمة الشعب السوري. هم جاءوا ليخربوا وينزعوا هذه الثورة، وبتضييقهم على الشعب لم يعد لهم أي جزء من الحاضنة الشعبية. اليوم هيئة تحرير الشام متخبطة، عناصرهم متخبطون يفرون من منطقة إلى أخرى، كلما فروا إلى منطقة تلاحقهم المظاهرات ويلاحقهم الثوار، وهذا حالهم الآن. أما بالنسبة للجولاني فهو مختفي حاليا، لا أحد يعرف أين الجولاني، ولكن عناصره متخبطين وهيئة تحرير الشام كفصيل كامل متخبط ينتقل من منطقة إلى أخرى والمدنيين تنتفض بوجههم. نعم سيد عاصم زيدان، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة أنطاكيا التركية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.